السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير ان شاء الله. مشكلة جديدة بتقابلنا في عالم السلامة والصحة المهنية، المجال اللي كله مشاكل، مش عارفين نخلص من مشاكله. وللأسف في عز ما احنا ما عندناش إدارة تجمع الناس وتحل مشاكلهم، وطبعا حلم النقابة اللي احنا طول عمرنا بنحلم بيه يعتبر مجرد يعني فكرة راحت لحالها، الله أعلم الظروف بقى لسببها الممنوعة بسببها. لكن للأسف احنا عندنا في مجالنا مشاكل، وبنعاني إن احنا مين الناس اللي تحل المشاكل ديت، المشاكل عامة مش مشاكل شخصية، مين الناس اللي تحل المشاكل ديت، مين الناس اللي المفروض تعمل لجنة وتقعد وتقابل مشاكلنا وتشوف اللي احنا فيه دوت حله ايه. يعني ما علينا، كلام ملوش لازمة، لان خلاص السادة الزملاء والناس مهندسينا ومدرسينا الناس القديمة جروا في الموضوع ده كتير وحاولوا في موضوع طبعا النقابة دوت، والموضوع اتقفل كتير. وللأسف شديد طبعا يعني شبه فقدنا الأمل في الحوار ده دوت. يعني خلينا نتكلم في مشكلتنا النهاردة. في مشكلة طالعة جديدة، طلع يعني قعدت مع الفترة الأخيرة دي كده ليا زمايلي في ناس شركات كبيرة جدا في مصر عندنا، ونفس المشكلة دي سبحان الله يعني تتكرر في 3 شركات كبار أوي في مصر، وعارف إن هي في شركات كتيرة جدا يعني بسبب كلمة مني دي شركات كبيرة أوي. ف يعني لا، الموضوع محتاج على الأقل نطرحه، يمكن الرسالة توصل، يمكن يبقى لها حل، مش عارف. بس للأسف الشديد زي ما احنا قلنا احنا ملناش جهة تقف معانا تساعدنا في حل مشاكلنا، ما عندناش جهة تقدر تعمل لجنة مثلا نشوف مشكلة معينة فتقدر تبحث في مشاكل عناصر المشكلة دي، تبدأ تحللها وتبدأ تشوف المشكلة فين وتتوجه لصاحب المشكلة فعلا. للأسف الشديد ما عندناش الكلام ده. طب ايه هي المشكلة ديت؟ عندنا مشكلة دلوقتي، ويعني والفيديو ده مثلا لو عايز اسميه ممكن اسميه رسالة الى الاتش ار، الناس بتاعت الاتش ار مشكورة، يعني عندنا مشاكل معاهم بجد، يعني مش مشاكل شخصية طبعا، هي المشكلة. ومعرفش انا معرفش فعلا يعني، او ما ببحثتش ومش فاضي دلوقتي الواحد يركز في حاجة زي كده. المشكلة دي عندنا احنا بس في مجالنا، ولا ممكن تكون متواجدة في مجالات اخرى؟ بس يعني خلينا كل واحد يفوق لمشكلته او في حاله، فخلينا احنا في مجالنا. عندنا مشكلة كبيرة دلوقتي جدا، ان ناس تقيلة، اسامي ناس اكسبيرنس عالية جدا، ناس قامات موجودة والله العظيم، وتيجي تقدم في شركات ماشي تنجح انترفيو سيفتي تكنيكال، تنجح ناس عالية ما شاء الله، ناس كويسة جدا، وتيجي تخش بقى الاتش ار تسقط، اترفضت، وانت ما بتنفعش والله. مع السلامة، معلش انا مش بهزر، ده موجود. وطبعا يعني في ناس كده بقى مقدمة وعارفة الكلام ده، قلت اسامي تقيله، اسامي ناس 15 سنه و12 سنه واكتر واقل بتقدم دلوقتي وتنجح طبعا، انترفيو سيفتي معديه الله اكبر عليها، تيجي الاتش ار يقول لك لا انا اسف والله ما ينفعش. الاتش ار ليه وجهه نظر تانيه. المفروض بقى ان احنا نعمل فيديوهات ازاي تتعامل مع الاتش ار. المفروض الاتش ار لما يجي يعمل، احنا فايقين اصلا لمجالنا وفي حياة يعني العلم بتاعنا دوت، وان احنا كله بيطلع فيه ابديت جديد وقاعدين بنراجع القديم ومش ملاحقين، وقاعد احنا الموال بتاعنا. والمفروض دلوقتي احنا بقى نقعد دلوقتي الفيديوهات الجديده اللي نازله دلوقتي ازاي تتعامل مع الاتش ار، وازاي تنجح في مقابله الاتش ار، وازاي تعدي النقطه الصعبه ديت اللي هي يعني فرقه في حياتك. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو معلش بقى سؤال بقى الاول، الاسئله اللي محطوطه، التقييم اللي محطوط من الاتش ار، هل ده فعلا مفيش حد مش يعني
مش المفروض ده تراجع اصلا في جهه معينه انه تتراجع الكلام ده اصلا صح، اصلا ينفع على الراجل بتاع السيفتي مسؤول السيفتي دوت التقييم ده مناسب ليه فعلا، مناسب لطبيعه عمله، من الاخر مناسب لطبيعه عمله. تيجي تقدم الاتش ار دلوقتي، تقعد مع الاتش ار يقول لك انت راجل من السيفتي، والله مش مناسب للمكان دوت، مش مناسب معانا في شركتنا، او البوليسي بتاعت الشركه بتاعتنا، ليه حضرتك مش مناسب ليه؟ اسلوبك كده مش عاجبني، اسلوب بتاع ده. تيجي ترفض مثلا، نبعت حد اترفض يقول لك الاسلوب بتاعه مش حلو، الاسلوب بتاعه مش حلو، انت عايز واحد يعني بقى ايه كده، انت جاي واحد هيرد على تليفونات ولا انت جاي، انت عايز واحد ايه؟ انت عارف احنا بنتعامل ازاي في السايت، انت عارف مع احترامي والله الموضوع مش شخصي، الموضوع فعلا يعني الموضوع فعلا معلش هي مشكله، وانا عن نفسي بقعد اعرض المشاكل وبتبهدل بعدها يعني ما بيسيبنيش بعد كده بقى. يعني انت عارف اتكلمت عليها، طب تعالى بقى انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ يا عم ابوس ايدك، يا عم ابوس ايدك، بعد 5 سنين ايه؟ بعد 5 سنين ايه طيب؟ انت عايزني ليه عايز نكذب؟ ليه عايز نكذب؟ ليه عايز نقعد معاك اكذب؟ عايز تحولني لشخص كذاب قاعد معاك انت شايف نفسي بعد 5 سنين؟ مش هبقى معاك يا عم، انا مش هبقى معاك في الشركه بعد 5 سنين. ومين قال لك ان انا هبقى معاك بعد 5 سنين في الشركه اصلا؟ وانت اصلا ما بتعملش عقد 5 سنين. ده انت دلوقتي اللي بيعمل عقد سنه ده ربنا يا سلام، اللي يعمل عقد سنه ده كده يعني واحد ده ربنا كرمه. يعني احنا دلوقتي بنعمل عقود دلوقتي 3 شهور 3 شهور، والله العظيم في ناس بتجدد عقد شهر بشهر، والله في ناس بتعمل عقد شهر بشهر، وفي 3 شهور بثلاث شهور. تقول لي انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ اقعد بقى راجل لما مسؤول سيفتي قديم انت، وشوف بقى ترد عليه تعمل ايه بعد 5 سنين. والله انا المفروض بعد 5 سنين شايف ان شاء الله نفسي في ماشي. يعني انت عايز نكذب يعني؟ عايز تحولني لانسان كذاب عشان انجح؟ انا مش هكذب ومش واقولها لك يا عم، انا مش همشي انا مع الكورسات اللي ماشيه جديد دي كيف تتعامل مع الاتش ار، انا مش هكذب، انا مش هكذب. شايف نفسك فين بعد 5 سنين ايه؟ راجل هو انا قعدت 5 سنين في مكان واحد ابقى انسان ناجح اصلا؟ ايه ده؟ شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ اصل اسلوب وحش، اسلوبه الراجل ده نرفز كده ومتعامل وما ينفعش معانا في سياسه الشركه. وحضرتك عارف انا المفروض يبقى الكاركتر بتاعي عامل ازاي وانا في السايت اصلا؟ انت عارف انا المفروض ابقى عامل ازاي؟ انت لو انا لو توافق على المواصفات اللي انت عاملها ديت لراجل السيفتي، والله ينزل يتضرب تحت، اقسم بالله ينزل يتضرب تحت. اه طبعا الراجل المفروض يبقى، انا عملتها كتير عندي حتى على الصفحه على الجروب عندنا في سيفتي، وبرده في الجريده الالكترونيه للسلامه برده منزل فكره ان هو انت الراجل بتاع السيفتي لازم له شخصيه مرنه تقدر تطلع وتنزل تشد وترخي. انا موافق، بيتعامل مع الاستشاري غير هو بيتعامل مع الاونر، وغير بيتعامل مع المهندسين، غير زي ما بيتعامل مع العمال، غير زي ما بيتعامل مع الصناعيه، غير ما بيتعامل مع كل شغل من ده كله، بيتعامل مع الناس اللي فعلا الناس الفلانجرين والحدادين. وانت مالك انت اتش ار وانت ما بتعرفش انت هنعمل ايه؟ انت ما بتعرفش والله العظيم. يعني بقول اللي هنزل فيديو كيف التعامل مع الناس ده بعد كده، بس الفيديو ده مش هيبقى مناسب ليك خالص. انت عايزني اضحك عليك؟ عايزني يعني اقعد امثل طول ما انا قاعد؟ قعده الاتش قعدتنا مع الاتش ار دي عباره عن قعد كدب بس، كدب وانفاق والله العظيم. اسئله اللي يعني اللي بنشوف بالكورسات ده، انا بقعد اسمع كده ولا اقرا الحاجات المكتوبه عشان تشوف تفوت ترد عليه تقول له ايه. انت عايز نكدب ليه يعني؟ عايز نكدب ليه معاك؟ يقول لك انت اخبارك كيف اللغه، نعمل انترفيو في اللغه. يا عم مش صح معاك، والله معاك جدا، يعني اللغه شيء اساسي، انا ما بنكرش حاجه كده وبتفرق في كل حاجه. بس انا لما اخش مكان اصلا الدوكيومنت كلها بتاعتي عربي،
ما فيش واحد اصلا اجنبي في الموضوع، وما فيش اي حق يعني، ما فيش واحد، ما فيش كلمه انجليزي بتتقال في المكان اصلا. انت بتدور لي على اللغه اللي هي عايز من اللي عايز ايه من اللي قدامك ده لغه ليه؟ انت عندك انت اتش ار تجيب واحد ما عندوش خبره بس معاه لغه احسن من انك انت تجيب واحد خبره وما معهوش لغه. لان انا عارف انك انت عايز تنزل واحد دوت معاه لغه وواجهه وجاي لك بالبدله وضحك عليك وانت عايز واحد كده. وتعالى نزله السايت بقى، نزله بقى الموقع وخليه ينزل يشوف هيديها لك ازاي. يعني والله العظيم انا بجد مش عارف انا ما انا صح ولا غلط، انا ما كنتش عارف. مقابله بتاعه الاتش ار بعد اذن حضرتك يا راجل يا طيب يا مسؤول الاتش ار، وزي ما بقول لك انا ما اعرفش الكلام ده هينطبق المجالات الاخرى ولا لا، بعد اذنك حط مواصفات مناسبه لطبيعه عملي، مناسبه لطبيعه عملي. انا واحد بزعق وبتنرفز وبتضايق وبتخانق وبضحك وبهزر وبهدي وبكافئ وادي شهادات وادي فلوس وادي وبعاقب واعمل ترمينيشن واعمل خصم واعمل استبعاد، وهتلاقي حنجرت قد كده في الموقع وصوت عالي جدا، وهتلاقيني بعد 5 دقايق واقف اتغدى معاه بره، وهتلاقيني انا واحد غير الناس، انا واحد غير الناس. الراجل المهندس الموجود عندي في السايت له كل الاحترام طبعا، انا اقصد بيتعامل تحتيه مشرف، تحتيه مشرف بيتعامل مع المشرف، ملوش دعوه بالصناعيه والعمال قليل قوي يعني، او المفروض يعني اللي هو ملوش دعوه بالناس اللي تحتيه الصناعيه او العمال او كده. الراجل ده بيتعامل مع المشرف، المشرف بيتعامل مع الناس اللي تحتيه، الكوماندا، والكوماندا يتعامل مع اللي تحتيه، مدير المشروع بيتعامل مع المهندسين وهكذا. انا لا، سواء كنت انا بكمل يعني بكملش على بوزيشن معين ايا كان، مدير بقى سوبرفايزر ايا كان اوفيسر ايا كان البوزيشن بتاعه، الراجل بتاع السيفتي بيتعامل مع جميع انواع الناس، الوحيد المسؤول عن كل انواع الناس، مسؤول عن الشركه كلها، موظفينها بمهندسينها بمديرينها بعمالها بمشرفينها بكل الناس. فانت ما تتخيلش مني انك انت انا انت هتجي لك واحد رومانسي قاعد تعامل معاك وهادي، وانت تبقى فرحان بالانسان الهادي البسيط اللي بيتعامل معاك بكل رومانسيه. يا راجل انت فاهم شغل انا عامل ازاي اصلا؟ هو ايه ده؟ واترفض ونترفض كلنا يعني عادي؟ ما حصلش معايا لسه والله يعني، بس يعني انا عارف اللي بيحصل ووارد عادي جدا يعني ان احنا تحصل مع الواحد. هو ده السوق كده دلوقتي، الراجل الناس التقيله ولا مش تقيله بقى ان كان بقى مش تفرق، بيترفض يقول لك اسلوبه مش هينفع معانا، اسلوب وحش جاف، الراجل ده جاف. اجاباته على الاسئله تدل ان الراجل ده لا لا لا، ايه اجاباته ايه؟ انت شايف مين بعد 5 سنين؟ قال لي الله اعلم، الله اعلم، ما يعرفش والله، الراجل ما يعرفش هيبقى فين، مش محدد لنفسه. لا انا محدد لنفسي، بقول لك انا مش صح ده انا قلتها لك، مش صح، انت عايزني اكذب اقول لك ان انا شايف نفسي في الشركه تحت القياده الرشيده، نعم نتجه الى النجاح. يا عم بقى فكك يا عم، انا غيرهم ابوس ايدك. كان في تاني سؤال كده كان عايزني كده نسيته، سؤال كده برضو يعني علينا بقى. فيعني عشان ما اطولش عليكم، بعد اذنكم المفروض الراجل الانترفيو بتاع المقابله بتاعت الراجل مسؤول السيفتي ايا كان البوزيشن بتاعه نازل عليه، المفروض يبقى في لجنه. الراجل ما فيش حاجه اسمها الراجل المسؤول المهندس السيفتي لو المانجر اللي هو بيعمل انترفيو ده لوحده والاتش ار لوحده، بعد اذن حضرتك يا اما تقعدوا مع بعض عشان يبقى الكلام قدام الراجل المدير وهو شايف الراجل قدامه ده اكتر، او الاسئله اللي حضرتك بتاع الاتش ار بعد اذنك ما تحطنيش في موضع اللي انت عايز اكذب عليك. سؤال غلس بقى، انت سبت شركتك القديمه ليه؟ هتسيب شركتك القديمه ليه؟ هسيب شركتي القديمه ليه؟ هسيبها عشان اتمنى اعمل تحت هذه القياده الرشيده الناجحه بقياده المهندس الفلاني، لان شركتكم الهادين هو مع كذا 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 كذا، ويقول لك اوعى 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 ايه بقى؟ اوعى تشتم في الشركه القديمه، عشان كده اول ما تعمل كده يعرفوا انك انت وحش.
خلاص ما تسالنيش السؤال ده، ما تسالنيش السؤال ده ليه؟ طيب يعني ما دام انت عارف ان انا مش عايز اشوف شغل، وانا انا معاك صح، مش صح مش صح ان انت تقعد تروح تشتم في شركه قديمه، بس ما تسالنيش السؤال اللي خليني عايز اكدب، يعني لازم تخليني اكدب لحاجه والله تطير النافوخ. ليه سبت شركتك القديمه؟ معلش يعني معلش انا والله ما بحس بيحصل معايا بعمل كده، ببقى بارد كده وخلاص يا عم سقطت انا سيب شركتك معلش يعني ظروف كده. سيب شركتك القديمه ليه؟ سيبها يا عم، ولا تقول له عشان المرتب، اوعى تجيب سيره المرتب، تقول عشان هناك المرتب انت عندك اعلى فانا المرتب، لا انا بسيب بنسيب الشركه عشان المرتب. يا جدعان ما حدش يكذب، يا جدعان يا جماعه ما حدش يكذب، ما تقولش ما يعني مش عايز انا على الناس بعمل كده، ما بتبالد وزي ما تيجي بقى. انا لو ليا رزق وانت لو ليك لقمه عيد، لو ليك جنيه في الشركه، جنيه في الشركه دي يعني ربنا هي الاسباب كده انك تخش تاخد الجنيه وتمشي خلاص كده. فبعد اذنك ما حدش يكذب، مش عايز تجاوب وقول لا اعلم، ما اقول لا ما اعرفش، لكن ما تكذبش. سايب شركتك القديمه ليه؟ ما عادي مفيش حاجه يعني عادي، لكن ما تقعدش بقى تعمل فيلم عشان انتم الشركه العظيمه واللي هتظبط السي في بتاعي وهتعمل لي وهتعمل لي، وتقعد تقرا بقى في المفروض الاجابات اللي انت بقى منزلها دلوقتي، بعد تنزلها دلوقتي يقول لك تعمل ايه تتعامل ازاي، بقت نقطه واقفه في حياتنا الاتش ار، وقفت نقطه واقفه في حياتنا يعني. يا جماعه احنا مش هاديين وشغلتنا ما ينفعش ان احنا نبقى هاديين فيها ماشي. انا اتفق وقلتها مليون مره، لازم تكون شخصيه مرنه، فقط مش هقول الكلام ده تاني، بس انا مش مفروض ان انت، لا انا انا بزعق في بنزعق بنزعق في الموقع، انت عارف لو صوتي ما يعلاش في الموقع هيبقى ايه، وبزعق وبهدي وبضحك وبشد وبرخي وبعمل كل حاجه يعني عشان تبقى عارف. ودي معلومه يعني يا رب ريتش اركو كلهم يسمعوها يا رب، ورب توزعوها بقى وتسمعوا الكلام ده. احنا بنقاطع بنزعق بنتخانق في الموقع بنعمل ايه؟ ما تقلقش علينا بقى، ما تقلقش ان احنا والله بنعرف يعني نمشي من اي موقع في الدنيا الحمد لله رب العالمين. بس دي مش المفروض بقى انها توقف. هات لي واحد بقى رومانسي من بتوعك دول، هات لي واحد رومانسي كده من الناس اللي انت عايزهم هاديه، دي لسه متخرج جديد ولسه طالع من الكليه وما شافش حاجه من في مشاكل الحياه ولسه وشه ما حرقش ولسه ما اسمرش زينا كده واتحرق انت فاهم. وهاته بقى يقعد معاك كده وانت نعم شايفني بعد 5 سنين معاكم في اعلى الدرجات ان شاء الله تحت المدير قياده. ملخص الموضوع بعد اذن حضرتك، رساله للاتش ار اخواتنا حبايبنا فوق دماغنا، الموضوع مش شخصي، الموضوع احنا بنعاني دلوقتي الناس بتوعنا، ودي مشكله على القايمه وانت بسمعها في كل الشركات دلوقتي. الناس اللي المديرين اللي في الشركه اللي بيعملوا انترفيوهات دلوقتي بيقول لي احنا ما عدناش عارفين نجيب حد بسبب الاتش ار، ما عدناش عارفين نجيب حد، وانت ما بتبقاش فرحان بانك انت وصلت للنتيجه ديت. ماليش دعوه بالناس المجالات الاخرى، قد تكون اسئلتك وحاجتك مناسبه انا ما اعرفش ومش واجع دماغي بيها، بعد اذنك تقييمك يكون مناسب للمهنه بتاعتي. المهنه بتاعتي عايزه واحد شخصيه مرنه بتزعق وبتهدي بتكافئ وبتعاقب وبتعمل كل حاجه. الراجل دوت بيتعامل مع جميع انواع الناس من اول مدير المشروع او مدير الشركه او مدير المصنع لحد المشرفين لحد الصناعيه لحد العمال لحد كل انواع الفئات. لاحظ ان كل واحد فيهم بيتعامل مع واحد تحتيه وخلاص، لاحظ ان في مهندس ميكانيكا بيتعامل مع بتوع الميكانيكا وخلاص، في واحد من بتوع السيفل بيشتغل مع بتوع السيفل وخلاص، كل واحد بيتعامل مع فئه انا بتعامل مع كل المنظومه، بتسال على كل المنظومه، فانا مش واحد رومانسي ومش هينفع ابقى واحد رومانسي. مين يا جماعه يحل لنا المشكله دي دلوقتي؟ طلع لنا في المقدر، مين يحلها لنا دلوقتي؟ احنا ما عندناش حد يحل لنا مشاكلنا دلوقتي. ما عندناش نقابه وما عندناش مفروض زي ما في النقابات يقول لك تكون لجنه عشان مناقشه مشكله كذا، احنا ما عندناش اي حاجه، مين يحل لنا المشكله دلوقتي؟ عايزين نقفل المشكله دي. حاجه تحزن لما يجي لي اسامي ناس تقيله جدا، ناس عاليه جدا، بروفيشنال جدا، سيفيهاتهم تقيله، مواقع اسامي حاجه كده اهوت، وان يعني نبعت سيفيهاتهم لناس زمايلنا في شركات كبيره ويروح يترفض. اترفض اتش ار. ايه اترفض اتش ار دي؟
شكرا لحضراتكم جدا، واتمنى تكون الرساله وصلت، واسف لو انا اتعصبت. مش هشتغل انا بعد كده، هاي تعالى اقول لك ده بتاع الاتش ار، تعالى بعد كده اشتغل. الراجل ده مش هيشتغل بعد كده، والله ما ضاف الشركه بعد كده باسلوبه ده. انا هضيع بسببكم والله العظيم. شكرا لحضراتكم جدا، واتمنى تكون الرساله وصلت. تحياتي لحبايبنا الاتش ار، انا اسف انا بهزر معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.